مزيد من الضبابية. تكتنف الخروج البريطانية من الاتحاد الأوروبي بعد رفض البرلمان اقتراحا بالخروج بدون اتفاق، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستجيب فيها المشرعون لرغبة تيريزا ماي منذ طرحها الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على مجلس العموم، وتقود هذه النتيجة إلى تصويت آخر الخميس على تأجيل خروج بريطانيا المقرر أصلا في 29 من الشهر الجاري. مجلس العموم أوضح بشكل جلي رفضه خروج بريطانيا بلا اتفاق. أمامنا نفس الخيارات التي كانت مطروحة سابقا. الاتحاد الأوروبي أكد أن الاتفاق المطروح حاليا هو الخيار الوحيد. الخروج قد يؤجل لفترة طويلة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. ورفض 312 نائبا الخروج بدون اتفاق، بينما أيده 308 نواب، وذلك بعد يوم من رفض المجلس خطة الخروج المعدلة التي قدمتها رئيسة الوزراء. وكان عدد من الأعضاء أعلنوا أنهم سيقدمون مقترحا بديلا لإرجاء الخروج حتى مايو المقبل، وإبرام اتفاقيات مؤقتة مع الاتحاد الأوروبي تستمر حتى عام 2021، وهو ما يستبعد مراقبون أن يقبله الجانب الأوروبي. وحتى الآن تبقى جميع الاحتمالات واردة، فبالإضافة للخروج دون اتفاق أو تأجيل موعد الانفصال، يطرح مراقبون احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو حتى إجراء استفتاء آخر على الخروج.